صباح الخير، شلونكم عيني؟ كيكة جوز الهند بنكهة الليمون، والطعم طلع كلش كلش طيب وهشة ولذيذة. طريقة كلش سهلة، بس اتبعوا الخطوات. راح نحتاج إلى 3/4 الكوب سكر و5 حبات بيض كاملة. إذا تزيدون السكر بكيفكم، بس أعتقد راح تطلع حلوة هواية. هسه نضيف البيض على السكر، 5 حبات، لأن أنا راح أستعمل جوز هند محلى، فأعتقد راح يصير هواية الحلى. راح أبرش ليمونة كاملة، لا تاخذون الأبيض بس الأصفر الفوق، ينطي الطعم كلش طيب كلش. كيس من الفانيلا بما يعادل ملعقة كبيرة من الفانيلا، خلي هذا المشبك المشبك ونخفق لمدة 10 دقائق. هسه نسوي الطحين. طحين 3 كوابه، طحين أبيض عادي all purpose flour 3 مثل هذا القياس مالتنا هنا. أضيف 2 كيس بيكنج باودر أو بما يعادل 2 كبار ملعقة، مهمة كلش هاي لأن الكيكة ثقيلة بها أشياء هواية. 1/4 ملعقة صغيرة ملح، 2 كبار ملعقة من النشا، النشا تخلينا الكيكة ما تهبط، تظل لازمة نفسها هيجي. ونحرك بهالطريقة، أني دا أحركها بالسباتشلا وهيجي، يعني دا أنخلها دا مثل نخلتها مرتين. شوف شلون الضعف خليط البيض والسكر. هسه أضيف 1/2 كوب من الزبدة الذائبة بدرجة حرارة الغرفة، مو تكون حارة هيجي، غير مملحة طبعا، هاي الزبدة حلوة. ونضيف 1/2 كوب جوز هند، جوز هند زيت جوز الهند، ما دام هي كيكة جوز هند. نضيف 1 كوب كامل من اللبن رايب اللي يسموه زبادي، شو تقولوا له، يعني حركته هواية صار هيجي سائل، يكون بدرجة حرارة الغرفة مو بارد، أهم شيء ماكو شيء يكون بارد بهاي الكيكة، لازم يكون كل شيء بدرجة حرارة الغرفة. أحطه كله. هسه اجى دور الحليب. الحليب دافي، وهذا الحليب دافي 1 كوب، وهذا الخلطة مع الطحين. هسه بالتناوب ويا الحليب ابدي اضيف. طبعا اني الدرجة مع العجانة سويتها اقل حتى لا شوفوا كلها تخفق باتجاه واحد، هذا مهم. اذا خفقته بالخفاق الكهربائي لازم يكون كله باتجاه واحد. شوفوا بالتدريج على ما يخلص مقدار الطحين والحليب، هذا هو القوام. هسه اجى الدور جوز الهند. هذا جوز هند محلى وخشن، يعني مو بحلى بسكر، فلهذا انا قللت من السكر بالعجينة مال الكيك. خلطناها، هاي اخر خلطة باتجاه واحد، شوف شلون دا اخلط، اهم شيء. هذا القالب دهنته وخالي الطحين، اضيف جوز هند نفسه هذا المحلى، هيك تطلع الكيكة ذهبية لان بحلى جوز هند. خلينا هسه نخلي العجينة مال الكيك، خشنا العجينة لين خالة جوز هند بيها، شوية حركتها هيجي حتى يطلع الهواء، وراح أضيف جوز هند نفسه هذا المحلى، دخلها الفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت، 180 مئوية، وشوفوا مكتوب بيك، يعني علقت العينتين الفوق والجوة، لمدة ساعة إلا 5 دقائق. شوفوا شكلها، هسه ندخل العودة، ماكو دا تطلع نظيفة، خلاص نطلعها شلون ماخذ اللون الذهبي من ورا جوز هند. خليتها قلبتها على المشبك، اريدها تبرد تماما وادخلها الثلاجة. باعوا شكلها بديع كلش حلو، ندخلها الثلاجة تبرد، بعدين نسوي الزينة، زينة يعني تزيين الكيك اللي هو جوز هند. هذا نفس المحلى دا حمسة شوية على النار، شوفوا تغير لونه، راح اشيله رأسا وافرغه في صحن حتى لا ياخذ لون كلش غامق. الجلايزد هذه 1 كوب من السكر باودر، اني ناخلته اهم شيء، شوية فانيلا اذا حابين هذا اختياري، رشة من الملح كلش صغيرة شفتوها،
شو نسوي؟ نضيف عصير ليمون على ما تتكون عندنا، يعني هاي ملعقة كبيرة، راح أضيف شوي لخ، ملعقة ونص كبيرة. المهم راح أعيد هذا المقدار مرة ثانية، يعني يصيرون كوبين سكر باودر وخمس ملاعق كبيرة من عصير ليمون فريش، وهاي صار صاص. أضيف أول كوب هذا الصاص الجليز بالبداية، وبعدين أضيف واحد لخ بالنهاية. المقادير مكتوبة جوا بصندوق الوصف هيجي. فلهذا الشكر هواية، فلا تزيدون شكر على كيفكم. وهذا جوز الهند اللي حمسناه، وراح أضيف جليزد مرت اللخة من هذا الصاص، وأبرش ليمونة عليها بقى، وبرشت ليمونة وضفت جليزد بعد، والكيكة ريحة طبعا فتشي، بس أريد أقطعها وأذوقها. يلا خلينا نقطعها. شكلها من داخل حلو حلو، منفوشة زين. هاي الحفر مال جوز هند لين خشن، ما كان عندي جوز هند ناعم يعني، فاستعملت الخشن، بس مو مشكلة، طعم فتشي شلون لازم انفسها وهشة هشة شي لآخر درجات. يلا عيني، شوفكم فيديوهات جديدة. هذا مطبخ ليندا، مع السلامة.